بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من حديث الفن والسياسة. في هذه المرة نلتقي بشخصية شاملة وكاملة في ضروب الفن المختلفة، ومع أن هذه الضروب اختلفت بأشكال وأنواع في الموسيقى والشعر والفن والتلحين، إلا أنها أبدعت في كل وأصبح متفردا بالتمثيل وبالفن بشتى ضروبه. فنحيي ونسعد أن يكون معنا واحد من أسرة فنية قدم التجديد في الفن بضروبه المختلفة. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور محمود ميسر السراج. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كثير ومرحب بمشاهدي قناتكم الجميلة، وأتمنى أنه أكون ضيف خفيف عليهم الليلة. بالتأكيد أنا بفتكر أنه الحلقة ما هتكفي نتحدث عن كل يعني الضروب الفن اللي حضرتك دخلت فيها، فبنرحب بحضرتك كثير في الفن والسياسة. وفي البداية خلينا نبدأ بالأسرة، دائما الأسرة هي لها تأثير كبير وعميق في شخصية كل واحد فينا، والبيئة المحاوطة أيضا لها تأثير أكبر، هي اللي بتشكل الشخصية. كيف كانت هي بداية دكتور محمود؟ والله صحيح، يعني أنا تولدت في مدينة أم درمان، وفي واحد من أحياء أم درمان القديمة، وحي ما معروف للناس اسمه الكباجاب، لكن بتحيط به الأحياء القديمة أبروف ونباوي. واتولدت لأسرة يعني رب العائلة اللي هو والدنا أطال الله في عمره كان أحد رواد النهضة المسرحية في السودان، والأستاذ ميسر السراج مؤسس فرقة السودان للتمثيل والموسيقى، وعندها طبعا إسهامات مقدرة يعني في مجال المسرح والإذاعة في السودان. فكان من حظي يعني أنه يكون والدي مؤلف ومخرج مسرحي وممثل، واتولدت في الحوش الكبير اللي هو الحوش بتاع جدنا المرحوم علي عبد المجيد السراج. كل أعمامي اللي كنت أول اتربيت وسطهم هم مسرحيين، كلهم اعضاء في فرقه السودان. طبعا انا ما حضرت، بعد اذنك يعني معلش اسف المقاطعه، لكن النقطه دي مهمه انه نتكلم عن الحوش الكبير اللي لام مجموعه من المسرحيين، وانت طفل كنت بتشوف شنو؟ والله يعني انا طبعا اتولدت في اخر ايام فرقه السودان للتمثيل والموسيقى. هي فرقه بدت في الاربعينات وزي توقف نشاطها في نهايه الستينات، لكن من الحاجات المذكورة انه يعني الونسة والاحاديث والحكاوي والقصص والطرائف كلها كانت عن المسرح. ليه دائما الناس اللي اتولدوا في ام درمان دائما بيقولوا انها اضافت لنا واضافت في تشكيلتنا الفنيه وقدرت انها يكون لها تاثيرات عميقه، يعني من واقع تجربتك ام درمان اضافت لك شنو دكتور ميس؟ هو أم درمان طبعا يعني من قديم الزمان يعني هي مدينة الفن والشعر والغنى والتمثيل، يعني رواد الحركة المسرحية في السودان كلهم من أم درمان. يعني قبل والدنا كان في أستاذنا المرحوم خالد أبو الروس، وفي ناس العبادي، وفي شعراء الحقيبة، يعني كلام اللي هو الناس عارفينه يعني. فتاريخها ضارب في القدم وضارب في جذور الفن. بعدين يكون برمان في الحيشان الثلاثة، أي هو الإذاعة والتلفزيون والمسرح. بعدين أم درمان فيها بالنسبة لي أنا بالتحديد فيها محمد النيل، حيث يعني بتتجمع الفرق الصوفية يوم الجمعة من كل أسبوع، وبيشتغلوا بالذكر وبالنوبة وبالأغاني الصوفية اللي هو سحره طبعا. طبعا بالتأكيد، ومن من من حمد النيل أنا يعني أخذت الإيقاع الموسيقي اللي بعدها واصلت به لحد الليلة، اللي هو إيقاع النوبة اللي هو اشتغلت فيه، يعني طلع من أم درمان ولحد حس أنا شغال في شكلك كنت بتحضر نوبة كثير. كثير جدا كثير جدا. الجمعة بس ولا أوقات ثانية؟ الجمعة دي ثابتة، بعد ذاك ما تيسر يعني.
كان بيجذبك شنو أكثر للنوبة؟ الشكل العام لقوة الإيقاعات ولا قوة الأصوات ولا شكل الرقص المميز في النوبة؟ يعني كان بيجذبك شنو أكثر؟ أنا كنت أهتم بالأصوات أكثر حقيقة، يعني الاستعراض الحركي ده أو الرقص، يعني ما اهتميت به كثير، لكن الأصوات، النوبة إيقاعات جميلة جدا وعلى تعقيدها الشديد، لكن فيها بساطة كده. وبعدين بيكون التخت بتاع العازفية الإيقاع في النوبة بيضم ناس كتار وبيشتغلوا بمختلف آلات، يعني طبول صغيرة وطبول كبيرة وشتم وصاجات ومثلثات، لكن كل واحد فيهم زي كأنهم هم دارسين موسيقى، كل واحد فيهم بيعرف يخش 200 ويمرق 200، عشان كده انت بتسمع زخم إيقاعي أو زخم موسيقي بيكون مدهش جدا وجميل جدا، بالإضافة إنه الأصوات اللي بتعمل الأغاني الصوفية دي أو المدايح هي أصوات مدربة بالفطرة، هي أصوات مدربة، ولأول مرة كان نحن يعني نعرف الهارموني اللي هو بعد ذاك زي تعلمناه وكده، اللي هو الانسجام بين الأصوات أو التوافق بين الأصوات، هو متوفر بطريقة فطرية برضو بين أصوات المؤدين اللي بيأدوا المدايح النبوية دي. فكانت يعني في نظام في الإيقاع شكل في نظام في الأصوات وفي الأصوات وكده، دي حاجة كانت مدهشة يعني ما بتتوفر إلا في 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 النوبة أو في المدايح النبوية. عشان كده تأثرت بها وأثرت في ألحانك. طيب ما تسمعنا نموذج دكتور. جدا. عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح. يلا نغني للفكرة، يلا نغني شان بكرة، يلا نغني للفكرة، يلا نغني شان بكرة، للبلد الصبح ذكرى، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي. النايمين بدون تمرة، أقمار الضواحي، يلقى الضين على الجمرة، النايمين بدون تمرة، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، بيصحى على حلم راجع ويكتبوا في الفضا الشاسع ويحلموا بوطن واسع، أقمار الضواحي، بيصحوا على حلم راجع ويكتبوا في الفضا الشاسع ويحلموا بوطن واسع، أقمار الضواحي. شاسع وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محموم، ومهما ضاقت الأحوال أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور،
مكسور. يا سلام في التسعينات، لكن هي تربحة لليوم. دي تطلع للمستقبل. الله يبارك فيك. جميلة طبعا. الشعر دائما دكتور محمود، الشعر والتمثيل والموسيقى هي أدوات للتعبير عن الذات، وأدوات أيضا للتعبير عن الغير، عن المجتمع وعن الحضارة أي بلد. وحضرتك عبرت فيها عن الاثنين، لكن حاب أعرف يا نوع هو اللي بدأت به، يعني الشعر والموسيقى والتمثيل بدأت به على أساس إنك تعبر عن ذاتك ولا تعبر عن مجتمعك؟ والله أنا يعني التمثيل كان بدري شديد، يعني من متين، يعني من انت، يعني من انا طفل صغير يعني، و يعني التمثيل الطفولي يعني كنا بنشوف جحا مثلا في التلفزيون. كان عندي ولد عمي اللي هو الدكتور زهير السراج الكاتب الصحفي المعروف، كان هو بمثل دور جحا وانا بمثل دور بريقع اللي هو. دي معلومه يعني زهير هو برضه في الآية طبعا مساله التمثيل بالضبط كده. بعدينك وراه جاء طوال الشعر، يعني عندنا والدنا ربنا يديه الصحه والعافيه كان يعني كل ولد من اولاده او من اولاد اخوانه او بيت او كده بيعمل له مربع شعري. طبعا زمان كانوا هم بيعملوا المسرح بالدوبيت، المربعات الشعريه بتاعت الدوبيت دي، فكان وانا كنت حافظ يعني المربع بتاعي انا حافظه، ومربعات الناس كلها انا حافظها. تذكر حاجه منها الفتره طالت؟ هي طبعا لا، هي المربعات طبعا هجائيه يعني. انا بتذكر، انا حقول لك المربع اللي اتقال فيني انا. طبعا محمود هو ابو حنفي، بيقولوا ابو حنفي هو في النهاية هجاء لي يعني، لكن يعني نحن أطفال يعني لذيذ يعني. فقال لي، أنا كنت بسأل كثير، أي حاجة أسأل. فمرة غزين زهج مني قال لي أسئلتك كثيرة تقول أخوك أنكير، ما بتعرف تروق تسأل بدون تأخير، يبحن في اللعين تسأل كثير وكثير، الشافك محال يا زول يشوف الخير. لا حول ولا قوة. يعني الكلام ذاته كبير على طفل، افتكر انكم تحفظوا. وانا حافظ وانا فرحان به وفرح شديد، وبعدين بقول لاي زول يعني. فبعد ذاك بقيت بكتب شعر، والغريبة انه انا عديت نفسي انه انا ابقى شاعر، يعني ما تخيلت قط انه انا اكون موسيقي مثلا. بكتب شعر، بعدين الشعر زي مشى معي يعني، بديت يعني ابقى شاعر المدرسه، وبعد ذاك شاعر المدرسه الثانويه وشاعر المدرسه، وبعد ذاك المسابقات في زمن نميري اللي بتدعمي على مستوى الشباب كنت بحرص فيها نتائج متقدمه. جميل. لو ما كان المركز الاول يعني. يا سلام، يعني الشعر هو كان من البدايه واستمر معك لفتره، واكيد هنتكلم عن خفايا الشعر واتعاملت مع مين من الملحنين، او بعد ذاك كملحن تعاملت مع مين من الشعراء. بس فاصل قصير ونعود نكمل هذا الحديث الرائع مع دكتور محمود ميسر السراج. أهلا بكم مرة ثانية في حديث الفن والسياسة، وضيفنا المميز اتميز بكثير طبعا من ضروب الفن المختلفة. احنا بنتكلم هذه المرة عن الشعر، بنبدأ به مع دكتور محمود ميسر السراج. برحب بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا، الله يخليك. قبل الفاصل كلمتني عن الشعر، بداية بدت به واستمرت لغاية يعني فترة محددة، لكن أنا كنت عايزة أعرف إنه ألهمك الشعر شنو؟ يعني أي شاعر في البداية أول ما يبدأ يخط أول بيت من الشعر بالتأكيد لازم تكون في حالة معينة كان فيها هي اللي يعني استفزته وخلته يكتب ومنها يكتشف إنه هو شاعر. والله يعني أنا بتذكر جيد جدا إنه أنا استفزتني قصيدة، يعني برضو الغريبة يعني القصيدة دي برضو عملها ود عمي دكتور زهير السراج. نعم. ونحن كنا صحبان. نعم. وأكبر مني شوية لكن نحن كنا صحبان، عمل قصيدة وكانت عاملة ضجة عن النيل. بعدين أنا قلت أنا ليه ما أكتب برضو قصيدة، يعني أكتب شعر. حاولت أكتب، لقيت إن المسألة ما صعبة يعني،
انا ممكن بسهوله شديده القافيه جات بالضبط كده يعني جات بعد ذاك بقيت زيي وزي اي شاعر يعني اسالك اقول لك كان قصيده يا نوع من القصائد والله انا ما متذكر اول قصيده يعني كتبت كانت في النيل مثلا ولا كانت قصص مثلا الحب ولا قصص وطنيه لا الوقت ذاك احنا ما بنعرف الحب الوقت ذاك ولحد هسه انا لا كانت عن الطبيعه نعم. كانت عن الطبيعه يعني القصيده عن الطبيعه وبعدين كانت برضو مرحلة بتاع الطفولة يعني الحيوانات اللي في البيت الكلاب والقطط وكذا يعني فكانت لكن بعد ذاك بقت المسألة جادة يعني بقيت أنا أنظر لنفسي باعتباري شاعر جاد أكتب عن مواضيع جادة سواء كان مواضيع طبيعية وبعد شوية خشينا في المسائل العاطفية دي ويعني قبل شوية قلت لي ما في والله يعني هي ما في فنان يعني لازم يكون في المسائل عموما يعني التأليف الموسيقي خلينا نقول من موسيقى بحتة وخلينا نقول انه تلحين الاغاني واشارات المسلسلات يعني لها تأثير يعني الناس بيقولوا لها تأثير كبير بالسلم الخماسي تكلم عن السلم الخماسي والسباعي طبعا كثير وفي شويه انتقادات للمساله وفي ناس بيقولوا انه نوعا ما الخماسي ما بس في ناس شايفين انه غير كده لكن حضرتك عندك رؤيه محدده في السلم ده في الاتجاه ده بالتاكيد انا طبعا ده يعني الكلام عن 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 الخماسي هو ده تقريبا يعني لفتره كبيره استمرت من 15 سنه لحد حسه انا يعني زي كرست كل وقتي في البحث في الموضوع بتاع هو بديت بانه انا ابحث في هويه الموسيقى السودانيه بعدين المساله لقيتها صعبه جدا لانه هي اكتشفت انه هي ما مساله خماسي وسلم خماسي او مقام خماسي هي مئات المقامات ومئات السلالم ومئات اللقاعات باختلاف السودان طبعا بالتأكيد انه مناطق متنوعة واوة فقمت يعني انحصرت شوية في 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 غناء وسط السودان اللي هو ده غناء وسط السودان ده في الشيء المميز بالنسبة له انه بتلحن او بتكتب في مقامات خماسية قمت يعني عندي كتابات في الصحف عن المقام الخماسي طبعا يعني لا من الواحد يمشي يفتش في الكتب ولا الاساتذه ولا كده هم في معلومه انه المقام الخماسي ده طبعا هم بيقولوا السلم الخماسي يعني المقام الخماسي هو عباره المقام عن هو مقام صحيح يعني. هو صحيح مقام يعني بتكتب يعني في كتب الكتبوها ما كتبناها نحن الكتب كتبوها علماء الموسيقى مثلا الغربيين هم ما بيعرفوا كثير مثلا عن مقاماتنا نحن الخماسيه او مقام يعني الخماسي هم هم لا هم مقامات بيسموها الدايتونيك او عندهم سكيلات يعني الدايتونيك سكيل لانه غريبه مساله انه يكونوا يعني هم اللي كتبوا او هم اللي درجوا على المساله دي هم طبعا بيعتبروا نحن يعني شغلنا نحن ويعني دي بتدرس تحت الماده بتاعت موسيقى الشعوب لكن العلم الغربي كله قايم على الدايتونيك سكيل والمودس او المودس الغربيه المختلفه اللي هي طالعه من شنو من ما يسمى بالدايتونيك سكيل فكتبوا عن السلم الخماسي بتاعنا او المقام الخماسي انه هو فيه 5 أصوات من الدايتونيك سكيل وفيه 2 صوتين محذوفين دي كانت عباره مضلله يعني اكتشفنا انها هي عباره مضلله بعد فتره يعني في الاول اتاخذنا بالعباره دي وبقينا حتى انه نستلف الصوتين الناقصين ديل مدام قالوا انه هي مأخوذة من الدايتونيك سكيل نستلف الصوتين الما موجودين في مقامات الخماسية مما يعادلهم من الدايتونيك سكيل الغربية ما السباعي يعني ما من السباعي اللي هو السباعي لكن ما السباعي مثلا المصري ولا السباعي العربي أيوة يعني دايتونيك سكيل فخلقت مشكلة وخلقت جوطة كبيرة جدا يعني لو بتتذكري أظن أنك ما بتتذكري لكن لا من بدأ الناس يوزعوا الموسيقى السودانية في 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 معهد الموسيقى على يد الأساتذة الكوريين الشعب السوداني أو المستمع قالوا إنه الناس ديل
كورنوا الغنى بتاعنا. دي مش الفترة اللي كانوا جو هنا وعملوا في السبعينات؟ يس في السبعينات. في, 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 في بداية السبعينات يعني مع بداية المعهد. في تسجيلات بنشوفها يعني اللي هي بيغنوا أغاني سودانية. هم طبقوا النظريات يعني تطبقوا النظريات الغربية، نظريات التوزيع الغربية في الموسيقى الخماسية بتاعتنا، وعلى هذا الأساس باعتبار أنه هي بتقبل النظريات دي وقاموا يتعاملوا بها. فمن الواضح أنه المقام الخماسي يعني دي الحاجة الواضحة أنه عنده خصوصيته، أنه هو ما عنده علاقة بالدياتونيك سكيل. دل الكوريين الصينيين لما جو عملوا برضو نفس الشيء، نفس الشيء مع أنه هم الشعوب دي كلها مقامات خماسية، يعني سواء الكوريا أو الصين عندهم المقامات الخماسية دي، لكن بالمزاج بتاع الشخصية الصينية أو بالمود بتاع الثقافة الكورية. حتى يعني بعض الآلات اللي بتدخل اللي هي حقتهم يعني. حقتهم بالتأكيد. فكان من المهم جدا أنه نحن ننتبه من بدري أنه ده نحن نبحث في موسيقانا كويس جدا، نبحث في مقاماتنا كويس جدا، عشان نعرف إلياته حد ياتو قوانين بتنفع معه. لانه اي انسان داري يوزع مثلا، انت داري توزعي موسيقى بتكوني كل ما كثرت الاصوات كل ما كان بالنسبه لك احسن، يعني كل ما كثرت الاصوات اللي انت ممكن تستخدميها في توزيع العمل الموسيقي ده كل ما كان بالنسبه لك افضل وكده. لكن شنو دكتور، يعني انا كان التقيت استاذ يوسف الموصلي وذكر بانه المقام الخماسي او السلم الخماسي هو ما ناقص، وشايف انه ممكن بالعكس الواحد يضيف فيه بعض الاشياء الجميله اللي هي بشكله الحالي بيكون مبدع اكثر. وبالتاكيد يعني هو في النهايه حتى لو مش خماسي، لو رباعي، لو ثلاثي، لو فيه ثلاثه اصوات بس، ما في حاجه اسمها ناقص يعني في الموسيقى او في الفن او في الثقافه، ما في حاجه اسمها ده شيء ناقص. الكلام اللي كان بتسمع اي ده شيء مكتمل، لكن انت كيف تكتشفي او كيف تعرفي انه ده شيء مكتمل؟ وبعدينك انت لا من تفكري في انه السلم بتاعك ده ناقص وناقص صوتين وما ناقص صوتين واجيبهم من وين، بتقومي تجيبي اصوات قد وفي الغالب هي ما بتكون مناسبه مع الاصوات الخمسه اللي بيستخدمها الشعب السوداني. دي معناها في مشكله في الموسيقى عموما لما تسمع لها، يعني في حاجات بتحس بها غير منهجيه في التعامل مع الموسيقى. الى حد كبير جدا غير منهجيه. بعدين ساعد في تطور المشكله دي انه في السودان احنا ما عندنا معهد للموسيقى السودانيه، يعني في كل دول العالم. مظبوط، في كل دول العالم. يعني انا مثلا مشيت مصر ومشيت سوريا، يعني المهم التجربه بتاعت العالم العربي انه يكون في معهد بتاع الموسيقى الغربيه سموه الكونسرفاتوار، زي بيعادل المعهد بتاعنا هنا في السودان وكلية الموسيقى هنا اللي هي بتدرس المنهج الغربي. وفي معهد ثاني للموسيقى، مثلا في مثلا المعهد العالي للموسيقى العربيه في مصر، وفي سوريا في المعهد بتاع الموسيقى بيدرسوا الموشحات والقدود الحلبيه والادوار اللي هي الموسيقى بتاعت سوريا. هنا احنا الشعبيه هنا احنا ما عندنا. في العراق بيدرسوا المقام العراقي، و هنا نحن عندنا معهد واحد بيدرس شنو؟ بيدرس الموسيقى الغربيه. فده نقص كبير جدا. في اساتذه اجلاء كتبوا في 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 الحته دي ابتداء من جمعة جابر في السبعينات، نبهوا لخطورة المسألة دي، إن إحنا يا جماعة آن الأوان إن إحنا نكتب ونبحث عن موسيقانا. سادس وتر، سادس وتر، آخر كلام قالوا البشر، آخر صدى، آخر وداع، آخر صدى، آخر وداع، آخر خبر. وترى بشيل حزن الرياح صوت المطر وبتل عليه بعد الزمان اللي اندثر، وترى بشيل حزن الرياح صوت المطر وبتل عليه بعد الزمان اللي اندثر، وبلامس المعنى الخطر، بلامس المعنى الخطر، وبلامس المعنى الخطر، وترك
بغني وترك بغني وترك بغني وما فتر وترك بغني وما فتر مشدود عليه وتر السنين بيهدهد الروح الحزين ويطبطب الجرح الدفين يا ابو اللبين مشدود عليه وتر السنين بيهدهد الروح الحزين ويطبطب الجرح الدفين يا ابو اللبين تلكب للمقطع الاول تحية له طبعا الفنان القدير الموسيقار المبدع معلم الاجيال الاستاذ محمد اللمين يعني ولك الشكر على مجهود زي ده دي مساله وفاء بجد لكبار اللي بيقدموا دائما اسهاماتهم وبيتعبوا في النهايه لما يلقوا افتكر حاجه زي دي بتبسطهم جدا والله ينبسط جدا لكن احنا ما يعني في اعناقنا دين انا شخصيا في عنقي دين لمحمد اللمين ده ما بقدر ارد ذاته يعني جميل يعني انا تعلمت الموسيقى باغنيه محمد اللمين أيوة. يعني هو كان التاثير الاساسي الخلاني ذاته افكر او احب الموسيقى محمد اللمين يعني ربنا يديه الصحه والعافيه ان شاء الله امين يا رب العالمين غنان السوداني بروعته وجماله واختلافه والاصوات اللي ممكن تكون مصاحبه الاصوات غير الالات عندنا اصوات يعني الشعبيه اول بعض الحاجات اللي احنا بنعملها باصواتنا نحن يعني اللي هي الهارمون الصوت بندخلها فاحنا مختلفين عن العالم كله رغم الجمال ده للاسف ما طلعنا للعالميه سببه شنو برايك؟ والله دي مسألة طبعا هي دي مسألة يعني مؤلمة لحد كبير جدا يعني انت الليلة مثلا امشي المكتبة شيلي شريط سجلوه مثلا امبارح فيه غنى سوداني لأي فنان كان وشيلي شريط لأي من المغنيين الخليجيين ولا العرب حتعرف الفريق شنو يعني هي الفرق ما حيكون في الكلمات ولا حيكون في الالحان يعني عندنا شعراء فظيعين يعني وعندنا ملحنين بارعين جدا ال- 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 لكن حتسمعي انه هناك التسجيل احسن من عندنا انقى واوضح واوضح الالات كلها واضحه تقدري تسمعيها بصوره واضحه جدا التنفيذ الموسيقي هناك افضل من من برغم انه احنا عندنا عازفين مهره جدا بتحس انه التنفيذ الموسيقي بعدين الى حد ما التوزيع على الافكار الخياليه بتاعت التوزيع دي برضه هناك زي محسومه كده ما عندهم مشاكل في الضروريات تعتبر اي طبعا نحن بالاضافه الى الكلام اللي انا قبل قلته عن انه لازم الناس تفهم طبيعه موسيقى يعني وتتعامل معاه كيف في المشكله الاساسيه بتاعت انه الفكر بتاع العمل الجماعي يعني الموسيقى عمل جماعي يعني ممكن الشاعر يكتب قصيدة وتكون أحسن قصيدة في الدنيا ليه؟ لأنه عمل فردي يعني أنك بتشيلي ورقة وقلم وبتكتبي قصيدة الموسيقى عمل جماعي بتبتدي من الشاعر بعد شوية الملحن والمغني والعازفين اللي بيجي يعزف الشغل ده ومهندس الصوت اللي بيجي يوزع المايكات عشان تسمع والشركة اللي ممكن تدخلك والاستوديو تصرف عليك مثلا يعني والزول اللي بيعمل مكساج نهائي للشغل ده فنحن يعني انا بقولها بوضوح تقاليد العمل الجماعي ما موجوده يعني احنا ممكن نكون مبدعين جدا في الاعمال الفرديه نشيل بطوله العالم مثلا في حاجه في الجري رياضه يعني الى حد ما بتعتمد على الزول لكن لو اجتمعنا كجروب عشان نعمل اغنيه ونفوز بها صعب جدا لانه التقاليد العمل الجماعي بعدين بتنقص يعني بعض المهارات شنو تحديدا هل هي لها علاقه بالدراسه نفسها وكل واحد يكون عارف وضعه وين امتى المساله دي تدخل مساله التوزيع ولا هي مساله استعراض لكل واحد انه يظهر مواهبه فالمساله بتختلط والله هي شفتي تقاليد العمل الجماعي دي يعني هي عندها علاقه بالثقافه اكثر من الدراسه الدراسه طبعا هي بتوري الزول كل زول يعمل شنو وبتبتدي من الانضباط
في الوقت، وكل زول يكون مسؤول يتحمل المسؤولية، وكل زول يكون عنده الوقت، وبعدين التقييم في النهاية لكل مجهود بيعمل. يعني في مثلا في اتكالية مرات بتلقي، مرات بتلقي في عدم انضباط في البروفات في المواعيد في كده، ومرات بتلقي برضو في مهارات ناقصة. يعني مهارات بتاعت التسجيل، يعني من أجمل التسجيلات اللي أنا سمعتها في الفترة الأخيرة تسجيل بتبثه قناة الشروق، وحاجة بتفرح يعني، بتاع الشعار بتاع حكايات سودانية. حكايات سودانية تسجيل ممتاز جدا. حابة كنت يعني نجمة برضو يعني نجوم نسلسل. فواضح إنه الشباب اللي اشتغلوا الشغل ده يعني أخذوا من أستاذ ممدوح طاهر فريد، هو أول زول بدأ إنه يشرك مع الفرقة الموسيقية، يشرك مهندس صوت يجيبه ويخطه ويكون فيه استوديو ملاصق للحجرة بتاعت البروفات. واضح إن هم التجربة بتاعت ممدوح يعني استفادوا منها وطوروها، وطلع شغل جميل. يعني لو كل عمل بيطلع بنفس المستوى بتاع التسجيل والتنفيذ بتاع الشغل بتاع حكاية سودانية بتكون ما في مشكلة خالص، نهائي بتكون ما في مشكلة. احنا محتاجين يعني مش ضابط موسيقي، دارين مشير موسيقي مشير يضبط موسيقي. نعم يضبط المسألة الموسيقية بشكل أجود. يعني نتكلم عن الفرق، بما أنه حضرتك تحدثت عن روح الفريق، فرقة يعني سلامة الموسيقية، فرقة معروفة بأنه حضرتك كنت واحد من أعضائها. في مشكلة احنا عندنا في مسألة الفرق واستمراريتها، كلمني شوي عن التجربة دي. هو بدأنا في سلام، هي بدأت سلام من أيام الجامعة يعني بدأنا فيها، وكانت بتضم دكتور محمد ميسر حسة، أستاذ في كلية الطب جامعة بحر الغزال، شقيق الأصغر ده اللي علمني المزيكا له التحية طبعا، ما شاء الله. وتضم دكتورة منال بدر الدين ودكتور، يعني كانوا كلهم دكاترة. نعم. بيقروا في و الراحل المقيم عصام الدين صالح شرف الدين. بدينا نعمل غنى كورالات في الجامعة، بدأت تأسس الفرقة بشكل رسمي بعد ما الناس كلها اتخرجت من الجامعة سنة 88. وبعد ذاك يعني بدأت تكتسب ثقة كده وتشارك في المهرجانات المحلية هنا جوا. هي كان فيها تغيير في الوعي الموسيقي عموما يعني. يعني كنا محاولين هو زي ما قبل كلمتك، كنا محاولين نعتمد على إيقاع النوبة، كنا يعني مهووسين بانه نعمل قالب ايقاعي اللي هو مستخدمين في ايقاع النوبه. وبعدين عملنا شغل كويس، لكن في النهايه في 2003 توقفت فرقه سلام. يعني اصابت اللعنه التي اصابت معظم الفرق الموسيقيه اللي اتعملت في الفتره ديك واللي اتعملت بعد الفتره ديك. اظن يعني كانت في السمندل، وكان عيد الجلاد، وكانت ساورة، وكانت ميلاد، وكان في كمية من الفرق. حتى اتبقت فرقة واحدة بس من مجموع الفرق اللي هي فرقة عيد الجلاد. لها 23 سنة تقريبا. لها 23 سنة، هم قبالنا بشوية. لكن في النهاية بتلقي انه زول دفع ثمن غالي جدا يعني عشان يستمر، عشان ما يقيف. يعني دي شجاعة، دايرة شجاعة فائقة، وبتدفع انت من عمرك بدون 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 مقابل، بدون مقابل. انا ما بتكلم عن المقابل المادي بس، لكن بدون مقابل بتحس انك انت اهو. يعني احنا كنا في النهايه حسينا انه احنا بندور كده في من راس السنه لحفله مثلا في المدرسه الفلانيه في الجامعه، لغنى في رمضان في الهيل، يعني كده يعني انتاج اشرطه تمشي برا والناس تسمع وبتاع، بتبقى مساله صعبه جدا. هي المشكلة افتكر دار لها حل من الجذور مسألة الانتقال للعالمية. نطلع من الأجواء دي وخلينا نسمع أغنية جميلة كده من أغانيك. أغني أغنية اسمها شلتك معاي، شلتك كتير جواي توريني الطريق وتضوي لي بدل القمر، شلتك حجاب تعويذة من قلب الشمس، أتحدى بيك كل الفريق وأغني ليك طول العمر. شلتك معاي، شلتك كتير، جواي
وتضوي لي بدل القمر، تضوي لي تضوي لي بدل القمر. شلتك حجاب تعوي الشميس، أتحدى بكل الفريق وأغني لك طول العمر، أغني لك أغني لك طول العمر. شلتك ماي ماي الضار بيك، يا انت من نفسي اللي بتحفر دايرة تمرك، نفسي اللي بتحفر دايرة تمرك. بس تضوق موية البحر، بس تشوف لون السحاب، بس تحس طعم المطر، بس تحس بس تحس طعم المطر. وكبرت انت ولسه كنت انا الجديد، كبرت انت ولسه كنت انا الجبين. اصبحت انت بدون احس ومشيت معاك باقي العمر، مشيت معاك مشيت معاك باقي العمر، مشيت معاك باقي العمر، مشيت معاك مشيت معاك باقي العمر، مشيت معاك باقي العمر، مشيت معاك مشيت معاك باقي العمر. دكتور، مسألة الشعر أسهل لك إنك تكون شاعر وملحن لأغنية واحدة، ولا يا واحدة يعني مثلا في ناس بيقول لك بيكون مجهز الموسيقى اللحنية، يكون نعم اللحن جاهز، نعم، بيستنى الشعر وبيقوم بيدخله. لا أنا غريبة، بفضل ألحن الأشعار الغير غير يعني. بعدين يعني أنا في شعري اللي كتبته عموما يعني ما في كثير نماذج ممكن تتلحن يعني. ليه يعني؟ والله هي انا بكتب بالعربي الفصيح في الغالب، كتبت بالعربي الفصيح يعني عملين او ثلاثه بس بالدارجي وغنيناهم في بعدين لحناهم يعني غنيناهم في المجموعه. بعدين بلقى خيارات ارحب يعني وافكار جديده جميله يعني. يعني الواحد لما يكون عنده كميه من الاصدقاء الشعراء يختار من دواوينه ويختار، فدي في 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 بتكون في فرصه احسن انك انت تختاري افكار جديده وكلمات جديده بتضيف للانسان. انا خيال لي كده جميله مساله الافكار الجديده اللي هي بتطرح شعرا يعني. مزبوط. كان عندك ديوان، عملت ديوان؟ عملت ديوانين وما طبعتهم. وفي مرحله ما قبل الجامعه عملت ديوان اسمه اكواخ وقصور، بعد ذلك عملت واحد اسمه خطوات على الطريق، لكن بس يعني كان مفروض يتطبع يعني، لكن قمت انشغلت بالموسيقى. نحن في الانتظار يعني. ان شاء الله. والله ان شاء الله حاب اسمع منك نموذج من الاشعار اللي هي ذات الافكار الجديده. والله
في قصيدة اللي عندي أنا متذكرة يعني اسمها انحناء الظل على البحيرة، فبتقول مضى وفي جبين البحر نقطة من العرق كان وفي يديه رائحة ليست هو وتحت إبطه عيونه القديمة أيام كان جسمه هو ارتاح خلف بؤرة ضئيلة من الضياء واحتسى كما النسانيس التي تمارس الفجور في الظلام حساءه حساء جسمه الأخير مضى وخلفه دواره يموت في البحيرة القديمة فقاعة فقاعة كأنما دواره أنا الذي لا أعرفه خلف صخرة بيضاء تمدد ارتعاشه صرخ وأجفلت عروقه تسربت إلي في الظلام خائفة كأنما عروقه أنا الذي لا أعرفه صرخ وهاله صياحه فليس هذا صوته ولا صدى صراخه صراخه بكى على جبين البحر تنتفي معالمه ويقسم الزبد إنه ما جاء يوما حافيا كما يقول عاريا كما الصباح واغتسل. يا سلام، جننت البحر يا دكتور. زوبعات يعني من الأشعار جميلة الحقيقة، كلها كانت بذات النمط، يعني بتحب تدخل فيها بعض الأفكار الغريبة اللي هي بتعبر عن حاجة معينة يمكن خفاياها ما يعرفها إلا أنت. والله أبدا لا، ما كده يعني. الحصة قريتها لك دي اتكتبت في مرحلة متأخرة شوية، يعني كان في قصائد، يعني كل قصيدة ولها ظرفها ولها موضوعها، في قصائد فيها بساطة والعاطفة فيها ظاهرة كده شديد، وفي قصائد معقدة شوية وفيها جنوح للفلسفة وكده يعني. حسب الحالة طبعا، حسب الحالة في مزبوط. المسرح لا يختلف حتى وإن اختلف الشكل اللي هو الفني فيه والقالب الفني، يعني تظل في النهاية إنه الرسالة واحدة بالتعبير. يعني التمثيل ما بين السينما والمسرح والمسلسلات أكيد له فوارق وله ضوابط، كيف تعاملت مع مختلف هذه الأشكال وإنت في هذا الوسط؟ يعني طريقته مختلفة، التقديم مختلف، الدراما نفسها أو الطريقة بتاعت التعبير نفسها مختلفة ما بين مسلسل وما بين سينما وما بين مسرح. مظبوط طبعا، هو المسرح هو أبو الفنون، بلم الشعر والموسيقى وكله. يعني أنا ما اشتغلت مسرح كثير، بالنسبة لي المسرح أصعب التعامل مع الجمهور مباشرة، أصعب حاجة يعني، داير بروفات متواصلة وعايز إنه الزول يسافر مع المسرحية سنة أو ستة شهور، المهم يعني شغلانة صعبة جدا لظروفي الخاصة ما قدرت عليها. فكانت حصيلتي زي مسرحيتين خالي شغل، مسرحية خالي شغل والأزمة، وبدأت في مسرحية ديك الحجة بهنا. لكن المسرح اتعاملت معه كثير جدا في الموسيقى التصويرية. أيوة يعني كثير جدا من المسرحيات أنا عملت لها الموسيقى بتاعتها ولا الألحان الأغاني الاستعراضية. لكن الحاجة الغريبة أنا بدأت بالسينما كممثل، يعني أيوة كممثل بدأت بالسينما. طبعا صعبة تعتبر يعني بالنسبة للفنانين، يعني هي عندها برضو طريقة المختلفة، هي صناعات الصعبة طبعاً. وفي السودان طبعا ما في سينما، يعني في مشكلة طبعا. سنة 93 عملنا فيلم، أو حقيقة مش عملنا، أنا شاركت بالتمثيل في فيلم اسمه ويبقى الأمل، كتبه أستاذنا عادل إبراهيم محمد خير وأخرجه أستاذنا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن. كانت تجربة جريئة لشباب درسوا السينما في مصر وجه السودان بطموحات ودارين يعملوا السينما، وفي شركة بتاعت إنتاج كانت تولت المسؤولية، شركة عليه والإنتاج، فقاموا ودخلوا التجربة دي وعمل الفيلم سينما. كانت حاجة عظيمة جدا. أنا عملت الموسيقى التصويرية برضو بتاعت الفيلم. مشكلة السينما شنو دكتور؟
يا صناعة، صناعة صعبة يعني. حتى يعني حتى لو كان في أعمال جديدة، يقول لك مثلا عمل سوداني لكن تم التحميض مثلا في إيران أو في واحدة من الدول، يعني أو في فرنسا، هو في ويبغى الأمل ده ذاته. نحن حمضناه في سوريا وسافرنا به وسوريا، أنا مشيت باعتباري عامل موسيقى سوريا. هي طبعا المعامل ما موجودة، معامل تعب تحميض الأفلام ما موجودة، غير المعامل هي صناعة مكلفة ماديا جد، مكلفة إلى الحد الكبير ماديا، والعائد بتاعها ما مضمون. عشان كده يعني السينما حتى في مصر يعني لو ما عملت الدولة بالتحديد الدولة القطاع الخاص يستحيل يعني يشتغل سينما، خصوصا في البدايات يعني. بعد ما السينما يبقى عندها سوق وكده، بعد ذاك الناس شوية المسلسلات القطار. عندنا أفضل يعني، حضرتك نجم من نجوم حكايات سودانية. سعيدين بأنه شفناك في أكثر من حلقة. نعم يعني اشتغلت طوالي عدد من المسلسلات، يعني كبير من المسلسلات والأفلام التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، عدد كبير جدا. لكن أشهرها الشاهد والضحية. أنا أقول لك بالترتيب، الشاهد والضحية، دماء على البحر، الحريق، وأشياء أخرى، أحلام مؤجلة، مشوار الدم. يعني في الأفلام برضو من أشهرها المشي فوق سطح الماء، وده فيلم جميل جدا يعني، المشي فوق سطح الماء. بعدين عبير الأزمنة، والموبايل المفقود، والضفة الأخرى للصيف. يعني مجموعة من الأعمال اللي شاركت فيها بالتمثيل في إن شاء الله لقدام كمان يكون في مزيد من الأعمال. بس الفنون دي يا دكتور بأشكالها المختلفة، هل بتستطيع إنها تعبر عن سودان موحد؟ هل لها القدرة رغم الظروف الصعبة اللي هي فيها؟ هي يعني لو ما عندها القدرة إنه تعبر عن سودان موحد، يبقى ما في داعي لها. يعني الفن، هي مهمة شنو الفن؟ الفن ما هو بيعكس آلام الناس وآمالهم وطموحاتهم وأوجاع وآلام، وتصحيح هي استشراف للمستقبل، بيحمل زي ما بقول الفلاسفة، بيحمل الماضي، بيجر الماضي وراه مستشرف للمستقبل. الفن السوداني بدون حزلقة يعني قادر إنه يعكس الآمال بتاعت السودانيين، وآمال السودانيين اللي شايفها أنا بعيوني والحاسية إنه عايزين بلدهم دي كاملة، يعني ما ناقصة شبر واحد يعني. يعني كل السودانيين يعني نحن أكثر شيء بنفتخر به إنه نحن أكبر بلد في أفريقيا وفي الوطن العربي. فلن مساحة وثقافة حتكون يعني مؤلمة خالص لو بقينا ما أكبر بلد. يعني حاسة دي المتاح لنا إنه نحن نفتخر بها، فحتكون مشكلة كبيرة جدا. بعدينك يعني المليون ميل مربع ده فيهم شعب واحد، أي صحنات مختلفة وأعراق مختلفة وما عارف ثقافة، لكن هو شعب واحد وشعب بيحب بعضه. دخل بيناتهم يعني دخل السياسي، ودخلت الأطماع الإقليمية، ودخل فخلقت الهيصة الحاصلة دي يعني. لكن الفن قادر إنه يعبر وعبر يعني. يعني لو أنا زمان كنت مرات كثيرة بمشي الداخلية بتاعت معهد الموسيقى أكثر من المعهد ذاته الداخلية، هناك بتحسي فيها إنه يعني إنه دي الداخلية دي لام السودان كله. يعني تلقي في أوضة في واحد من الغريب بيدندن بما أعرف الآلة بتاعته، واحد من الجنوب متلمين مع بعض يعني. اللي هو السودان كله بعاداته وتقاليده وشعوبه، وإحنا قادرين فعلا نستوعب ده بدلالة 570 لهجة الموجودة في السودان. بالتأكيد هو غني. نتمنى إن شاء الله كل أعمال الفنانين إنها تصل وتعبر عن هذه الرؤى المهمة والجليلة. تظل في النهاية أعمالك الجليلة بشتى ضروب المختلفة هي تعبر عن دكتور محمود ميز أرى الفراج، وبتعبر عن طموحاته وتعبر عن أعماله. بشكرك كثير، شرفتنا كثير في فن والسياسة. والله شكرا جزيلا إنه أتحت لي الفرصة إنه أطل عبر البرنامج، أكثر برنامج أنا بحبه في قناتكم الجميلة هو فن والسياسة، وكان عندي رغبة فعلا إنه أتحدث من خلاله. شكرا لكم، وشكرا لكل الاستاف الجميل اللي شاركونا البرنامج ده، وشكرا خاص لك انت يعني. شكرا، وإن شاء الله نكون يعني عملنا حاجة تفيد المشاهد الكريم.
حاورناه حوار الفن والسياسة. تفضل علينا بمفاتيح نوته الموسيقية ضيوفا على بيوته الشعرية ومسارح حياته، فكان خير نموذج للفنان الشامل دكتور محمود ميسر السراج.